السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب أنا هو عايز يقول لي إيه من الفود ويب دي اللي موجودة في المية؟ هيقول لي حاجة، هيقول لي الألجي بروديوس ذير السلام أون. عليكم. عليكم السلام، أهلا يا مالك. هيكلمني عن الفود ويب دي، هيقول لي إيه؟ بيقول لي إن الألجي بروديوس ذير أون فود. الألجي اللي عندي دي بتعمل لي ايه؟ هي بتعمل الفود بتاعها، بتعمل فوتوسينثيس بروسيس وبتعمل الفود، فهي عندي بروديوسر. طيب بيجي مين؟ بيجي ذا زوي بلانكتون كلام اند سي ارشن فيد اون ذا الجي. بيجي لي مين؟ الزوي بلانكتون دي والكلام والسي ارشن كلهم يتغذوا على الالجي دي از بروديوسر. يبقى انا عندي السي ارشن والزوي بلانكتون والكلام كلهم برايمري كونسيومر. طيب بعد دول ما اتغذوا على الالجي هيحصل ايه؟ هلاقي ذا سي ستار دي، السي ستار دي مالها؟ فيدز اون كلام، بتتغذى على الكلام، تمام. والكورل فيدز اون ذا زوي بلانكتون، والكورل دي هتاكل لي مش مين؟ هي الكولر برضو بتتحرك؟ لا مش بتتحرك، مش لازم تتحرك، هي بتستنى لما أمال حاجه تيجي بتاكل؟ عندها، اللي تستنى لما حاجه تقرب منها وتاكلها. أصل يعني دول ماشي، دي شكلها غريب أوي. لا عادي، هي ممكن تستنى، مش شرط تكون بتتحرك، تفضل قاعده. ما في اسماك كتير بتعمل كده، بتعمل خدعه ان هي تفضل ثابته في مكانها، ثابته ثابته او مستخبيه تحت الرمل، حتى بيكون شكلها زي الرمل كده، وتكون مدفونه كمان في الرمل ودفنه دفنه نفسها في الرمل. اول ما يقرب منها سمكه او يقرب منها حاجه تلاقيها طلعت مره واحده كلتها ودخلت تاني. فعادي وارد برضو ان هي تكون يعني بتاكلهم عادي يعني، تمام. فهلاقي هنا ان السي ستار دي فيدز اون ذا كلام، بتاكل تمام. الكلام. طيب الكورل، الكورل دي هي كمان بتاكل ايه؟ فيدز اون ذوي بلانكتون، بتتغذى على العوالق البحريه دي. يبقى انا عندي دي كده فود تشين، الالجي ذوي بلانكتون الكورل دي فود تشين، عندي الالجي كلام ستار فيش دي فود تشين. طيب بعدين كمالتها ايه؟ هلاقي الباتر فلاي فيش اند تريجر فيش فيدن كورل. عندي الباتر فلاي فيش اللي هي دي والتريجر فيش، الاتنين بياكلوا ايه؟ بياكلوا الكورل دي. طيب ايه كمان؟ البارود فيش فيدز اون كورل اند سي ارشن. هتجيلي السمكه دي اللي هي اسمها بارود فيش، دي بتتغذى على ايه؟ بتتغذى على الكورل وبتتغذى على السي ارشن. طيب ايه كمان؟ The shark feeds on the sea star and the three different fish. يجي لي بقى الشارك ده اللي هو التوب بريديتور، بيتغذى على مين؟ بيتغذى على الباتر فلاي فيش، وبيتغذى على التريجر فيش، هو وبيتغذى على بياكل كل البارد فيش. اه بياكل كل حاجة، وبيتغذى كمان على الستار، على السي ستار. يبقى بياكل لي كل دول. يبقى ده التوب بريديتور عندي اللي في الايه؟ اللي في الفود ويب ده زي الهوك. زي الهوك، تمام. يبقى دي كلها كده فود ويب انتر كونكتد فود تشين، عملت لي فود ويب. طيب بعدين بعد ما عرفت مين بياكل مين، بيقول ماي ايكو سيستم، ان ان ايكو سيستم ذا سان بروديوسز انرجي. السان بتديني لايت انرجي لمين؟ ذات ذا بلانت تيك. هنا مين اللي اخذ السان؟ مين اللي اخذ السان وعمل فوتوسينثيس في الفود ويب دي؟ اللي يعني بس الأكل الالجي دي، تمام تمام يا مالك. هي كده كده أصلا مش محتاجة ووتر، عشان هي كده كده في ووتر أصلا. صح تمام تمام، يا باشا. مركز معايا يا مالك. مش بس هو أعتقد اللي هي بتتعمل بفوتوسينثيس تانية خالص، اللي هو عشان مفيش كربون دايكسايد، هو ايه كربون دايكسيد؟ مفيش يعني بتتعامل بفوتوسينثيس تانية غير لا لا، البلانت هي هي العادية. ما الووتر، لا ما الووتر فيها جازس برضو عادي، اه ماشي. الووتر فيها جازز برضو، تقدر تاخد منها الجازز اللي هي عايزاه وتعمل فوتوسينثيس بروسيس. فبيقول لي في الايكو سيستم السان بروديوسز انرجي، السان عندي بتديني لايت انرجي، ذات ذا بلانت تيك اللي بتاخدها النباتات، then this energy transfers to consumer. تبتدي بقى الانرجي بعد ما البلانت هنا او الالجي هنا عمل فوتوسينثيس بروسيس، يبتدي بقى البلانت تعمل ايه؟ تعمل فيدنج على البروديوسر ده، ويحصل ايه؟ ويحصل flow of energy.
when they die ولما يموتوا بقى the decomposers break down break them down into nutrients. بتبتدي ال decomposers تيجي تاكل ال bodies بتاعت ال dead animals وتطلع لي ال waste بتاعتها اللي هي ال nutrients that can be returned to the ecosystem. بترجع تاني لل ecosystem. تمام؟ حد مش فاهم حاجة في الفود ويب دي؟ يعني لا يا مستر، هي لا سما؟ سما؟ نعم يا مستر، حاجة مش واضحة اللي بالنسبة لك سما؟ لا يا مستر، تمام. طيب هنا هنبص على الايكو سيستم ده، بيقول look at the following food web then complete the sentences below using the words. ونكمل تحت بنستخدم الكلمات دي. يلا يا مالك حللنا أول سؤال يا مالك. بيقول the producer is the The space producer is the grass. grasses صح as they produce their own food. هما اللي بيعملوا الفود بتاعهم. يلا يا لار نمبر 2. يا لار The consumer or the mouse. الماوس والرابت والجراس هوبر. تمام، يبقى أنا عندي هنا الماوس والرابت والجراس هوبرز as they feed on grasses. التلاتة دول بياكلوا لي البروديوس، يعني التلاتة دول عندي برايمري كونسيومر الرابت والماوس والجراس هوب. طيب يلا يا سما. تمام. The owl can feed on the nut and nut. الاول اللي هي البوم. الماوس and the frog. مظبوط، يبقى الاول feed on الماوس and الفروج. تمام يلا يا مالك. مالك تمام يا مستر. The hole can feed on the rabbit. والسنيك تمام والسنيك يا مس هتبقى تمام ذا اول. لا ذا اهو اول كان ها كان فيد اون ذا رابت and snake and mouse. ممكن ياكل الرابت اهو، وممكن ياكل السنيك، وممكن ياكل الماوس. تمام، هو في سهم من الماوس للهوك على طول اهو. تمام. طيب يلا يا لارا اللي هو بيقول بتقولي يا مالك مش سامعاك. الرابط the owl can feed on the mouse والفروج. تمام، انت كنت بتحل السؤال اللي بعده، انت كنت بتحل اللي بعده بتاع الهوك مش الاول يا مالك. يبقى الهوك كان فيد اون رابت سنيك اند ماوس. يلا يا لورا. when the hope لا when the hope does is دايز composed by not which recycle and nutrients back the ecosystem. okay miss ثانية compose دي كومبوزرز. ال all لا هو بيقول when the hawk dies لما الصقر ده يموت ال decomposes بيتحلل by space which recycle nutrients back to the ecosystem. بكتيريا. ايه بكتيريا؟ اه اه بكتيريا. اه تختاري من فوق. تمام بكتيريا. طيب يلا يا سما. تمام يا مس. ثواني. when there is a gentle rain جنتل in the جنتل رين gentle rain in the desert, the desert ecosystem may be harmed. ركزي يا لا يا سام. هنا جنتل رين مش هيفي، يعني رياح قليلة، قصدي أمطار قليلة، يعني أمطار قليلة وبسيطة. improved improved اه رياح improved improvement صح improved. يلا يا نزلي ايدك يا لار. يلا يا مالك. okay. algae are considered producer. آه، تمام بروديوسرز مظبوط يا مان. طيب احنا عندنا الاكسرسايز دي هوم ورك بتاعت ليسون 1 اللي هي صفحة 102 و3 و4 و5. كفاية بس هو أربع احنا صفحات. ممكن نحل صفحتين.
ليه يا يعني لارا اه صحيتي فين؟ مش حضرتك بتدينا واجب كتير قوي، بس احنا عندنا مواد تانية. انتي يا سما اللي بتقولي كده يا سما؟ ليه يا سما كده؟ يعني مش احنا عندنا برضو مواد تانية كتير. طيب ما يعني الأسئلة دي هنحلها امتى يا سما طيب؟ وانت يا مالك ايه رأيك؟ ده ولا انت ما بتحلش الواجب ومريح دماغك؟ مش بيفرق معاك الكلام ده؟ لا مش حلو كده. طيب خلاص هناخد صفحتين بس الأسبوع ده بس. ليه؟ علشان احنا عندنا امتحانات الأسبوع الجاي، فهنخفف شوية عشان تلحقوا تذاكروا المواد التانية والامتحانات اللي عندكم. هناخد صفحتين بس، تمام والصفحتين التانيين هنحاول نحلهم سوا في السيشن إن شاء الله، نلحق نشرح الدرس ونحل شوية أسئلة السيشن الجاي. تمام؟ شكرا لحضرتك جدا. عفوا يا عسل. ماشي يا ولد مالك، انت عارف ان الامتحان على التو كونسبت؟ اه يا مش انت كنت صباحي يا مالك وجيت معانا مسائي؟ اه يا مش طيب يا مالك، الامتحان على التو كونسبت ماشي؟ انا الحمد لله مش ذاكرتهم في الصباح وراجعتهم مع حضرتك في المساء. طيب كويس كويس اللي والله. هو انت الكونسبت 1 ها كونسبت 1 سهل اصلا يعني، وكونسبت 2 كان كله عن الفود تشين وفود ويبس، ودي الحمد لله انا حفظتها صم تمام، انت سهل. ممتاز، انت ممتاز يا مالك، بس انا عايزاك تركز في الواجب. يعني اهم حاجة برضو الواجب مهم علشان نعرف لو في عندك حاجة مش فاهمها او حاجة عندك مش مظبوطة قوي نظبطها ان شاء الله. فانا عايزة بقى مذاكرة بجد ونشد حنة جامد يعني جدا في هناخد يعني الامتحان. أول حاجة ها لا صوتك بعيد قوي يا مالك، مش سامعاك. لا مش سامع حاجة. exercise on lesson 1 والصفحة الثانية اللي بعدها. اه اول صفحتين بس، انا هبعت لكم تاني على الجروب بعد تمام ان شاء الله ما اخلص، هبعت لكم الهوم ورك عليهم. تمام تمام ماشي. عايزه مذاكره كويسه يا جماعه ان شاء الله قبل الامتحان، عايزه مذاكره جامده جدا وعايزين ان شاء الله درجات كويسه. ماشي يا لارا، لارا إن شاء الله. عايزه ماشي يا مذاكره يا ماما. لارا، وعايزه تركيز وانت بتحلي. انت بالذات بتحلي كده بسرعه كده، واي حاجه بتقري اي حاجه وتحلي اي حاجه خلاص، تقري السؤال كويس وتركزي وانت بتختاري وانت بتحلي تركزي. ماشي حاضر حاضر. ماشي يا ولد. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام.